جسدنا على مستوى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدم مفروض عليهم التعاقد من أمام الأكاديمية الجهوية طنجة ستون حسيمة شكلا نضاليا احتجاجيا ردا على التوقيفات لا قانونية ولا دستورية التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات على مستوى أقاليم الجهة. هذا الشكل النضالي يأتي أيضا في استمرارا للمعركة البطولية التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي جاء لكي يكرس ولكي يعمم الهشاشة عبر تعميم مخطط التعاقد على باقي الفئات المنتمية للأسرة التعليمية. نؤكد من داخل هذا الشكل النضالي الناجح أن معركتنا من أجل إسقاط مخطط التعاقد لا زالت مستمرة، معركتنا من أجل السحب الفوري لهذا النظام الأساسي الذي رفضته مختلف التنسيقيات المناضلة في الميدان لا زالت مستمرة. موقفنا لن نتخلى عنهم، طبعا سنحصنهم ماديا ومعنويا ونفسيا وكذلك نضاليا، بالرغم أن مجموعة من التنسيقيات علقت الإضراب كشكل من أشكال الاحتجاج، فالمعركة ستستمر عبر آليات ترافعية أخرى وعبر أشكال نضالية إقليمية جهوية وطنية إلى غاية تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة لكافة الفئات التي تنتمي إلى هذا القطاع. التواجد ديالنا اليوم هو تلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. كان اليوم شكل جهوي هو استمرار في المعركة ديالنا النضالية، معركة نضالية ما ابتدأتش منذ اليوم وفقط، وإنما هو استمرار لعدة معارك نضالية الأساس منها هو إسقاط مخطط تعاقد وآخر يعني مخطط صفوي، وليس بالآخر هو النظام الأساسي المشؤوم الذي يهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية وتحويلها إلى القطاع الخاص. يعني هذه المعركة هذه احنا واعيين تمام الوعي أنها كانت ومن المفروض أنها تعرض لمجموعة ديال الهجومات يعني من قبيل الاقتطاعات من قبيل مجموعة ديال الأشياء التخوينات وما إلى ذلك، كان آخرها وماشي الآخر ديالها ألا وهي التوقيفات اللي طالت مجموعة ديال الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني لا ماشي على المستوى الجهوي وفقط. نال منها الجهة ديال طنجة أصيلة أزيد من 40 أستاذ وأستاذة موقوفين على المستوى الجهوي بدون موجب حق. هذا التوقيف ديالهم نحن على تمام الوعي أنه ضرب سافر في حقنا في الإضراب. الحق في الإضراب هو واحد الحق دستوري تكفله كل المواثيق الدولية. التواجد ديالنا اليوم هو تأكيد على الاستمرار ديالنا في المعركة، هو تأكيد على أن كل محاولات الاستهداف أبدا واش ممكن أنها تتني الشغيلة التعليمية عن مواصلتها لدرب النضال. أستاذ متابع بتهم جنائية محكوم بعمد الحبس موقوف تنفيذ على خلفية نضال المستميت على حق العادي والمشروع للولوج في أسلاك الوظيفة العمومية. يأتي سياق هذا الشكل النضالي أولا تضامنا جسيدا للتضامن الفعلي والميداني مع زملائنا وزميلاتنا الموقوفين، نهاية التوقيفات التي انهالت علينا مثل السيل مثل المطار، يعني اللي داخله في اطار يعني السياسه القمعيه ديال هذه الوزاره، سياسه تحطيم الرؤوس وتهشيم العظام. هذه السياسه، هذه التوقيفات اللي كنعتبروها توقيفات تعسفيه كيديه فاقده للشرعيه والتي تهدف بالاساس الى تحوير الملف المطلبي العادي والمشروع اللي خرجت تناضل عليه الشغيلات التعليميه والمتمثل في التراجع على النظام الاساسي الجديد باعتباره نظام اساسي خارج الوظيفه العموميه. يعني ياتي سياق هذا الشكل استمرارا في معركه اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وتحصين مكتسب الوظيفه العموميه كحق دستوري كوني لا محيد عنه. يعني احنا اليوم كنسالوا الوزاره التي تتبجح بضمان زمن التعلمات ديال المتعلمين وضمان تكافؤ الفرص، هل توقيف 3000 استاذ او عشرات او مئات الاساتذه في المغرب سيضمن لنا تعليم يعني بتكافؤ الفرص بالنسبه للمتعلمين؟ يعني احنا كنعرفوا بلي منين كتخرج استاذه كونجي ماتيرنيتي كيصعب على الوزاره انها تعوضها، فما بالك بهذا العدد الكبير ديال الاساتذه والاستاذات. يعني حنا كنقولوا لهاد الناس لهاد المسؤولين الا كاينه شي ناس كتسمع ولا كتهمها المصلحه ديال المتعلمين فالطريقه الوحيده يعني باش تفك هذا الاحتقان الذي يشهده القطاع هو انها تعطي لهاد الاساتذه والاستاذات المطالب ديالهم العادله والمشروعه.
اللي خرجوا عليها الشارع، يعني خصها إرادة سياسية حقيقية من أجل الإصلاح. يعني هاد لغة الاعتقالات وهاد اللغة ديال التخويفات لا تزيد إلا من تأزيم المأزوم. يعني نعلن أننا غادي نحصنوا الأساسدة بكل ما يستدعيه الوضع، أننا ماضون بلا هوادة في مسلسل دكمة وقائم وتحصيل المطالب العادلة ديالنا.